ألمع النجمات العربيات اللبنانيات. ضيفتي اليوم ورد الخال. نحن بيتنا فني وكان يستقطب فنانين من كل المجالات، فربينا بهيدا الجو. انت اتجهتي للكتابه؟ في مشروع كتابي عم تحضري؟ بكتب اشياء انا مفكر فيها من خلال تجربتي المتواضعه، وقريبا ان شاء الله انه بيشوف النور. شو محضرتي لنا ورد؟ شو في شيء جديد؟ يعني هلا عم تنطبخ الامور. فيه امل. الخميس 10 مساء بتوقيت ابو ظبي، 9 بتوقيت السعوديه على قناه ابو ظبي.